السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة تونسية عريقة مشهورة في تونس وخارج تونس. وصفتنا لليوم هي العجة بالمرقاس، حاجة بنينة برشا، سهلة مهلة وتحضر في وقت وجيز. اليوم العجة متاعنا باش نحضروها بالمرقاس اللي حضرناه في آخر فيديو، مرقاس بلاش مصارن، طريقة سهلة مهلة وبنين برشا كيما المرقاز اللي نشريوه من المحلات. تو نخليكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، تحبوا ترجعوا للفيديو تحضروا المرقاز هذية، وإلا تستعملوا المرقاز العادي اللي يكون بالمصارن ويتباع في المحلات، ولا تحضروه وحدكم. إن شاء الله الفيديو هذية يفيدكم ويقدم لكم الإضافة. وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنال. ممكن تتابعوني زادة على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إنال. وتوا نتعداو باش نشوفوا مكونات الوصفة متاعنا وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا بالنسبة ليا أنا باش نستعمل الطاجين الفخار هذايا نطيب فيها العجة، يعطيها نكهة بنينة والشكل متاعها مزيان. من بعد تنجموا تقدموها مباشرة في الطاجين. إذا كان ما عندكمش طاجين فخار تطيبوا في القلاية العادية، تتبعوا نفس المراحل وتطيبوا في القلاية. شعلت النار، حطيت الطاجين متاعي باش نصبوا فيه كمية من الزيت النباتي، تقريبا لهنا ما يعادل 5 ملاعق متاع أكل من الزيت النباتي. وعنا لهناك عيبات المرقاز اللي خليناهم من الفيديو السابق، حضرنا كمية كبيرة متاع مرقاز بلاش مصارن، الكمية الكبيرة الكل شويناها على الفحم في الفيديو السابق، والكمية هذية خليتها باش نعمل بها العجة. تنجموا انتوما زادة تحضروا كمية كبيرة وتحتفظوا بها في المجمد بالشكل هذية. المرقاز لهنا كي نحطوه في الزيت نحطوه مباشرة دوبا ما نخرجوه من المجمد، وهو جامد باش هكاك يحافظ على الشكل متاعو كيما شفتوا معايا في الفيديو الأخير. المرقاز اللي شويناه على الفحم شويناه وهو جامد، ما تشويوش وهو بحرارة الغرفة باش هكاك يحافظ على الشكل المزيان متاعو، على خاطر ما فيهش المصارن اللي باش تحافظ له على الشكل. وتو نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف ويظهر لكم توا من فوق اذا كان تحبوا تشوفوا الطريقه. توا باش نغطيو على كل العيبات هذوكم نخليهم يتقليو شويه في الزيت. في نفس الوقت لهنا حضرت كميه متاع خضره اختصارا للمراحل. عندي لهنا زوز حبات من الطماطم قطعتهم طريفات، زوز بصلات متوسطين قطعتهم زيد طريفات صغار، وكميه من الفلفل الاخضر غسلتها وقطعتها شرائح بالشكل هذاك. لهنا توا باش نتفقدوا كعيبات المرقاز، تقريبا عندهم دقيقتين من اللي حطيتهم المرة الأولى، نقلبوهم على الجهة الثانية ونعاودوا نغطيو عليهم مدة دقيقتين أخرين، ومن بعد نرجعوا باش نكملوا بقية المراحل. هذايا هو توا المرقاز متاعنا حضر. بالنسبة للعملية هذه ما تاخذش برشا وقت، تقريبا 7 دقائق يكون عندكم حاضر، يتقلى مليح فك الزيت، يسيب الطعم البنين والنكهة البنينة، ونحيوه في صحن. وهذايا هو سر المطاعم في تحضير العجة هذه، انهم ما يرميوش المرقاز في الصوص، لازم يقليوه في الزيت باش يعطيك الطعمة البنينة، ومن بعد ينحيوه يكملوا الوصفة، واخر مرحلة يعاود يرجعوا القطعة متاع المرقاز في العجة. توا المرقاز هذايا باش نخليوه على جنب ونكملوا الوصفة متاعنا. لهنا توا باش نضيف 2 ملاعق متاع اكل من الزيت النباتي على الكمية متاع الزيت والعصارة اللي سيبها المرقاز وقت اللي قليناه، باش نحطوا فيهم الكمية متاع البصل والكمية متاع الفلفل الأخضر ونخليهم يتقليو مليح تقريبا مدة 5 دقائق، ومن بعد نكملوا بقية المراحل. لهنا توا حركت الفلفل والبصل، وباش نضيف عليهم قرن فلفل أحمر شايح قطعته إلى طريفات صغار، غسلته ونحيت له الزريعة، وإذا كان عندكم الهريسة العربي تنجموا تستعملوها. لهنا توا بعد ما تقليوك الكمية متاع الفلفل والبصل باش نضيفوا عليهم الكمية متاع الطماطم. عندي راس ثوم متوسط قشرته وهرسته بالمهريز وحطيت معاها الكمية متاع الملح اللي باش نستعملها. بالنسبة للثوم كيف تحطوا معاها الملح يتهرس بكل سهولة، لكن الثوم مانيش باش نحط الكمية كلها توا، باش نخلي منها كمية قليلة نحطها في آخر مرحلة باش هكاكا تعطينا الطعم البنين متاع الثوم. نحطوا لهنا الكمية الكبيرة توا ونخليه كمية قليلة باش نستعملوها في آخر مرحلة.
وعندي زادة كمية من الطماطم باش نستعمل لهنا العصير متاع الطماطم. انتما اذا كان ما عندكمش العصير هذايا تستعملوا الطماطم المركزة العادية، التومات كونسنتري اللي تكون في الحقة تحطوا منها مغرفة كبيرة متاع اكل. لهنا الكمية اللي استعملتها انا 300 ملليلتر. الطماطم هذايا تكون عصير وبنينة برشا، ونطيب بها الماكلة الكل. نستعملها ديما لهنا متوفرة، اذا كان ما لقيتوهاش تستعملوا الطماطم العادية اللي تكون معجونة، نستعملوها بالملعقة، تحطوا منها ملعقة متاع اكل. ونحركوا المكونات الكل، وتوا باش نعاود نغطي عليهم، نخليهم يهزوا غلوة ونرجعوا من بعد باش نكملوا العجة متاعنا. لهنا تو باش نتفقدوا العجة متاعنا وين وصلت، دوب ليش ما تهز غلوة تقريبا 3 دقائق. وتوا باش نحطوا عليها اللفاحات متاعها ونمرقوا بالماء. اذا كان استعملتوا الطماطم المعجونه اللي تكون كونسنتري ماذا بيكم دوبا ما تحطوها، تحركوا المكونات متاعكم وتمرقوا بالماء. انا لهنا ما مرقتش على خاطر استعملت العصير متاع الطماطم. تو باش نحطوا عليها اللفاحات متاعها باش نستعملوا ملعقه متاع قهوه من الكركم، ملعقه متاع قهوه من التابل الكرويه، ملعقه متاع قهوه من البابريكا الحلوه اللي هي الفلفل الاحمر الحلو، ونصف ملعقه متاع قهوه من الفلفل الاسود. اذا كان تاكلوا الحار تنجموا تضيفوا حاجه اخرين وتحطوا لهريسه العربي، ولا تكثروا في الفلفل الاسود، يقعد لكم الاختيار. بالنسبه لي انا اكتفيت بك القرن متاع الفلفل الاحمر الشيح وشويه من الفلفل الاسود. توا باش نحركوا المكونات متاعنا ونمرقوا بالماء. لهنا استعملت تقريبا 200 ملليلتر من الماء. العجه ما تحبش برشا الماء، نصبوا بشويه بشويه. تنجموا تستعملوا اكثر من اللي استعملتنا، اذا كان حطيتوا الطماطم المعجونه تنجموا تستعملوا حتى 300 ملليلتر. تصبوا بشويه وتحركوا الخليط متاعكم، وباش نعاودوا نغطيوا عليها نخليوها تهز غلوه تقريبا 5 دقائق، ومن بعد نرجعوا باش نفقصوا عليها البيض ونحطوا لها الكعيبات متاع المركز، وتقريبا تكون عنا حاضره. لهنا توا عندي كل كعيبات متاع المرقيز، كل كعبة باش نقسمها في اثنين. إذا كان استعملتوا مرقيز من الحجم الكبير تقسموا الكعبة حتى على ثلاثة، من بعد يكون الشكل متاعهم مزيان في العجة ويكونوا زادة سهلين في الماكلة. هذه هي توا العجة متاعنا تقريبا حضرت، خليتها هزت غلوة باهية مدة 5 دقائق. باش نضيفوا عليها توا كمية الثوم اللي خليناها، ونرجعوا لها القطعة متاع المرقيز، وآخر حاجة باش نفقصوا عليها البيض ونغطيوا عليها، نخليوها تهز غلوة مدة دقيقة وتكون عنا حاضرة. نغطيو عليها لهنا توا على نار قليلة مدة دقيقة من زمان، ونرجعو باش نشوفوها في النتيجة النهائية. هذه هي توا العجة متاعنا حضرت. آخر حاجة باش نكملولها رشة صغيرة من المعدنوس، ريحتها تفحفح ما شاء الله، نودكم ومن شهيكم. إن شاء الله تجربوها وتتمتعوا بها الناس الكل. العجة التونسية من ألذ الأكلات وأسهلها، والمرقيز التونسي مشهور في العالم الكل، لا يعلى عليه. الطعم متاعه وحده وبنته وحدها. نودكم ومن شهيكم، إن شاء الله تحضروا حتى هو وتتمتعوا به. ولو ما عندكمش المصار نراي طريقة التحضير متاعه سهلة مهلة، وما يفرق حتى شيء من المرقيز العادي. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم وقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنال. آخر حاجة نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافية له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة. نتقابلوا في فيديو آخر، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.